نادية الجندي، إلهام شاهين، سيد رجب، كريم فهمي، السيناريست والمخرج رشيد مشهراوي، والسيناريست والمخرج جعفر قاسم، من بين الشخصيات الفنية والإعلامية 12 اللي بيكرمهم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22 اللي تقام لأول مرة في السعودية. أتوقع مشاركة أكثر من 1000 إعلامي، والرقم الآن يعني في ازدياد. هناك معرض مصاحب، المعرض يشارك فيه أكثر من 130 شركة من كبرى الشركات العالمية في مجال التجهيزات الإذاعية والتلفزيونية وشركات الإنتاج والهيئات ذات العلاقة بالمحتوى الإذاعي والتلفزيوني من المملكة العربية السعودية ومن دول أخرى، مشاركات عالمية من اتحاد الإذاعات الأوروبي واتحاد الإذاعات الأمريكي واتحاد الإذاعات الآسيوي وتلفزيون الصين والعديد من المنظمات المهتمة في مجال الإذاعة والتلفزيون. وهالحدث الكبير بيتضمن جدول منوع من الفعاليات. ريت هيك تعطينا إذا بدك فكرة عن عناوين هالورش أو عناوين هالجلسات ومين أيضا حيشارك فيها. تم تحديد أكثر من 30 عنوان لورشة عمل، منها على سبيل المثال وليس الحصر: الذكاء الاصطناعي في الإعلام، المحتوى الإعلامي الرقمي، التفكير التصميمي، البودكاست والإضافات وما ممكن أن يكون له دور في صناعة المشهد الإعلامي، وهي كل التقنيات وتوظيف التقنيات الحديثة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. وأيضا هناك جلسات عمل أدبية وثقافية وفنية وحتى رياضية في مجال الإعلام وصناعة النجوم في مجال الرياضة. وإلى جانب الجلسات والورش، المهرجان بيكرم الأعمال التلفزيونية والإذاعية من خلال حفل جوائز ضمن عدة مسابقات، وذلك بهدف تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي. فيك تعطينا فكرة عن لجنة التحكيم وعلى المعايير اللي عم بتم اختيار فيها الأعمال اللي راح تفوز بهذه الدورة؟ جرت العادة على تقديمها وتحكيمها من قبل لجان متخصصة ومعايير تم تحديدها والاتفاق عليها وهي محايدة. لجنة التحكيم هي من تقيم الأعمال حسب المعايير المتفق عليها. من أعضاء لجنة التحكيم الأستاذ مجدي أبو عميرة ودينا عبد القادر ونضال السبيعي والأستاذ حبيب المسلماني. وهالحدث اللي بينطلق يوم 9 نوفمبر بيتم افتتاحه بحفل بيحمل مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء. تضمن حفل الافتتاح كما جرت العادة فقرات فنية وثقافية وأدبية وحفل خطابي يحرص الجميع على حضوره، وهو أيضا يعني فرصة للالتقاء وتبادل خبرات ما بين قادة وصناع المشهد الإعلامي والإنتاج التلفزيوني والإذاعي في العالم العربي. أيضا حفل الختام تضمن فقرات بنفس التصنيف ولكن بمحتوى مختلف.